جمعيه اشراق زنه جديده، اولا كنباركوا الجميع والميديا لايف، كنباركوا لهم شهر رمضان الابرك. الجمعيه بمناسبه شهر رمضان ارتأت هذه السنه باش تنظم خيمه الافطار، خيمه الرحمن للافطار، نحو 100 شخص اللي كنحاول ما امكن نجمعهم في جو عائلي، لان كنعرفوا عين حروده كيمشيو ليها كيدوزوا، كاين كاميوات، كاين الناس اللي مسافرين، كاين افارقه، كاين السوريين كذلك في الشوارع. هاد الخيمه ديال الافطار على اساس المحسنين الفقراء والمعوزين، وبمساعده من بعض المحسنين جزاهم الله خير في هذا اليوم في هذا الشهر المبارك. وبعض المرات كيجيو 60 70 80 حتى 100 شخص كيفطرونا. واليوم جمعه، كاين افطار بالكسكس اللي هي اكله ديال كيحبوها جميع المغاربه. هاد الخيمه ديال الافطار بصراحه ماشي ساهل باش تنظم افطار جماعي، ولكن الحمد لله بالاراده ديالنا القويه وبالعزيمه ديالنا وبالروح التضامن ديالنا مع الاخوان ديالنا ومع الاخوات ديالنا في جمعيه اشراق، حاولنا ما امكن باش نحققوا الاهداف ديالنا اللي هي نصب خيمه افطار جماعي لاكثر من 100 شخص. والمحسنين كاين اللي كيتحفظ نذكروا الاسماء ديالو، لا باس نشكرهم مجددا من هذا المنبر هذا. وكنتمناو كذلك اليوم حنا في 14 رمضان كنتمناو المزيد من الدعم، المزيد من المساهمات، لان وكنشكروا كذلك شركه الكتبيه اللي جابوا لنا ماده الكاشير اللي عطات واحد الاضافه للمائده ديال الافطار، وكنعرفوا هذه الماده هذه حيويه وكاينه في كل بيت. وكذلك كنشكروا الاخ علي القراري اللي بصراحه اللي ساهم معنا، وكنشكروا كذلك ما بغيتش نذكرهم كيتحفظوا ولكن لا باس، نشكروا السيد الغفران، السيد الهشاني، الاخت صوفيا اغيلاس للافطار ديال اليوم، هذا الكسكس هي اللي متكلفه بالمصاريف ديالو. واش غنقول لكم، الحمد لله حنا كنحاولوا ما امكن نبذلوا مجهودات ومجهودات ومجهودات رغم ضعف الامكانيات الماديه، ولكن الحمد لله املنا دائما كبير. كتزيد لنا كثر خيرهم تنفطروا هنا شحال هذا من رمضان، من الاول ديال رمضان تنفطروا هنا. ما كثر خيرهم الله يرحم والديك. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبرتجوا الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها باس إذا خليتيو شي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.